مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة اليوم. ودايما أيامنا يا رب كلها أعياد وكلها مناسبات سعيدة ودايما في أمن وسلام بإذن الله تعالى. كل سنة وحدكم طيبين، كل سنة وأشقائنا الأقباط بكل خير إن شاء الله. طبعا احتفالات أعياد القيامة والأجواء الجميلة ويعني الباعثة على البهجة الحقيقة، ويمكن امبارح كنا بنتابع مع حضراتكم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرسية بالعباسية، واللي ترقصها طبعا بطبيعة الحال قداسة البابا توادروس. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والمصريين ومصر بأمان إن شاء الله دايما يا رب. والمعاني الجميلة دي يمكن عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في الورقية التهنئة اللي بعتها امبارح أو النهاردة كمان، تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد. الرئيس النهاردة على صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي كتب وقال: كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبناءه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. دي كانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر وللمصريين بمناسبة أعياد القيامة. كمان عندنا السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس هنأت أقباط مصر بعيدهم من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: كل عام وأقباط مصر جميعا بخير وسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد. وبتتوالى طبعا التهنئة والمباركة لأقباط مصر والمصريين بمناسبة أعياد القيامة. وكمان عندنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي تقدمت بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين والقداسة البابا توادروس بمناسبة عيد القيامة، دعيت الله أن يحفظ على المصريين نعمة الإخاء والأمن والأمان. طبعا أكيد وأنا وكلنا كلنا بنهني بعض. إحنا الحقيقة دايما في مناسبتنا، مناسبة تخص المسلمين، مناسبة تخص المسيحيين، ما فيش فرق، كلنا بنقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، كلنا بنشارك بعض فرحتنا وأعيادنا، يمكن كمان بنفس الأكلات بنفس الطقوس، لأن المصريين ما فيش عندنا مناسبة الحقيقة إلا وبيكون الأكل ده يعني سمة رئيسية. يعني أي موسم أي مناسبة تلاقي دايما في أكلات خاصة، سواء بقى بنتكلم في أعياد القيامة وطبعا بالتزامن معها أعياد الربيع، وحتى وإحنا لسه في أجواء يعني أعياد القيامة عندنا قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قام باستقبال المهنئين بعيد القيامة. ده كان في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية. يا رب دايما دي الروح اللي موجودة ما بيننا، يعني على مر التاريخ ودي الروح الموجودة دايما عند المصريين، جيناتنا واحدة واحتار الكل فيها، ده حقيقة والله. لما كنا بنتكلم عن طبيعة جينات المصريين وإنها لغز، لأنه توالى علينا يعني الغزاة والطامعين واللي قعدوا شوية ومشيوا بعد كده، لكن ما تغيرش الجين المصري. الجين المصري، وافتكر كلام دكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير اللي قال ان ده كان يعني تركيز الأبحاث على مستوى العالم، انه كانوا بيشوفوا فين اكتر شعب الجين فيه واحد وما تغيرش، ولقوا للمفارقة الغريبة على الرغم زي بقول حضكم أجناس كتيرة عدت وجت علينا، إلا إن الجين المصري مسلم ومسيحي هو واحد من أيام الفراعنة، 90% نسبة التطابق والتماثل، وده حاجة ما حصلتش خالص في أي شعب أو في أي دولة في العالم. فلما بنقول دايما التآخي ووحدة النسيج الوطني والعبارات دي، هي مش عبارات يعني مطاطة أو للاستهلاك، دي عبارات حقيقية، دي بتلخص المصريين على مر العصور. إذا كان دايما من وقت للتاني كان في محاولة دايما إنك تدخل لمصر منين؟ من وحدتها. تدخل لمصر منين؟ إنك تتكلم عن مسلم أو مسيحي، لكن دايما المصريين كانوا واقفين بالمرصاد لأي حد داخل لهم الدخلة دي، أي عدو، أي محتل، أي أجنبي، أي حد عايز يفرقنا. ساعة الشدة إحنا واحد، وساعة التحدي إحنا واحد. والحقيقة في قفزة كبيرة حصلت في الملف ده، وإحنا بنتكلم على الجمهورية الجديدة، إن بقت المواطنة هي العنوان، إن الحقوق والواجبات واحدة، عشان ما يبقاش في أي مجال يعني للمتاجرة أو للدخول لينا في المدخل ده. فيا رب كده ربنا يديمها علينا المحبة النعمة دي على طول بإذن الله تعالى.
طيب حوالين تهنئة الرئيس بقى، قداسة البابا توادروس بابا الإسكندرية علق أو كرد فعل على تهنئة الرئيس للأقباط وليه شخصيا، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان مجامل ومشارك في كل المناسبات، وده اللي بيظهر في مناسبات زي عيد القيامة وعيد الميلاد. فعلا الرئيس هو الرئيس المصري الوحيد اللي حريص في أعياد الميلاد أنه دايما يكون موجود وسط المصريين وسط أقباط مصر، بيروح بنفسه، وأظن احنا بنشوف قد إيه ده بيكون يعني مصدر بهجة وسعادة، وإخواتنا بيكونوا جوه الكنيسة جوه الكاتدرائية فرحانين وحاسين ببهجة كبيرة أنه أعلى رأس للدولة المصرية حريص أنه هو يكون موجود ما بينهم ويشاركهم فرحتهم ويهنيهم وينقل لهم رسالة ليهم ومرسالة للشعب المصري كله. معانا على التليفون نيافة القس رفعت فكري، أمين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الأوسط. مساء الخير نيافة القس، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. مساء النور يا أستاذة لبنى، وأهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين. يا رب وكلنا بخير دايما. أنا عايزة أسمع كده يعني كلمات من حضرتك كده من قلبك، الأجواء والمناسبة السعيدة دي والمصريين كلهم هم بيهنوا بعض، والرئيس حتى كنت لسه بتكلم عن المواطنة وده العنوان الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه دايما. احنا بنشكر ربنا من اجل بلدنا مصر ومن اجل العلاقات الاسلاميه المسيحيه. الحمد لله. الحقيقه بتبقى فرصه جميله في الاعياد، والسنه دي كان في صوم، المسلمين كانوا صايمين والمسيحيين كانوا صايمين في نفس الوقت. تلاقت الاعياد عيد الفطر المبارك وبعد كده عيد القيامه المجيد، والحقيقه كان في روح مصريه جميله. يعني مثلا انا النهارده الصبح الحقيقه اول ناس اتصلوا بيا عدد من الأئمة في وزارة الأوقاف والأزهر، حريصين دايما ان هم يكونوا بيتصلوا بيا في كل عيد. يمكن اتصالات من الساعة 7 الصبح. كمان لمسات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء بزيارته للكاتدرائية أو بإرساله برقيات تهنئة، الحقيقة بتبقى لمسة جميلة بتؤكد الروح المصرية الأصيلة، وإن سيادة الرئيس بيثبت إن هو بالفعل رئيس لكل المصريين، بيدعم دولة المواطنة مع التنوع مع التعددية. القرارات اللي اتخذت في إعادة ترميم الكنائس والكنائس الجديدة في الأماكن والمدن الجديدة، الحقيقة كل دي حاجات احنا بنشعر بيها كمسيحيين في الجمهورية الجديدة، وبنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على المواطنة وعلى المساواة. كلمنا بقى شوية عن أجواء القداس الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي، بقى إيه طبيعة كده الطقوس أو اللي احنا بنعمله يعني بمناسبة أعياد القيامة أو هذا الأسبوع يا فندم؟ امبارح الحقيقة كانت طبعا الأسبوع اللي فات كله كان كله صلوات في الكنائس وأصوام. امبارح الساعة 1 الظهر في الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة كان احتفال الطائفة الإنجيلية بالعيد، والحقيقة عدد الناس اللي كانوا حاضرين كان عدد كبير جدا، والأغلبية كانوا من المسلمين. كمان بالليل احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور قداسة البابا، برضو كانت الكاتدرائية مكتظة بالمهنئين من المسلمين والمسيحيين وكبار رجال الدولة. الحقيقة كانت أوقات جميلة وفرصة جميلة بنعبر عن محبتنا لبعضنا البعض، وعن أننا كلنا مصريين بنتشارك هموم هذا الوطن وبنقف جنب بعض في الأزمة. وعايزين بقى دعوة كده في الأيام الطيبة دي، ودايما أن ربنا يحفظ بلدنا ونعدي بأي تحديات وأخطار، ودينا شايفين الوضع حوالينا عامل إزاي. إحنا وحدتنا قوة وترابطنا قوة طول ما في محبة حقيقية واحترام متبادل وفي مواطنة ومساواة. هيكون من الصعب ان اي عنصر خارجي او اي فتن او اي حد يفتت وحدتنا ويفتت ترابطنا. انا بصلي ان ربنا يحفظ بلدنا مصر، يحفظ كل المصريين، يحفظنا من الظروف الصعبة من الازمات، ونكون فعلا ايد واحدة في وطن واحد بيجمعنا كلنا ان شاء الله دايما يا رب. نيافة القس رفعت فكري، امين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الاوسط، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. كنت بقول لكم من شوية احنا اعيادنا اكل، يعني زي خروجاتنا كده ما بتبقى اكل، بس طبعا الموضوع بيزيد قوي في الاعياد والمناسبات والمواسم زي ما بنقول احنا كده كمصريين. وللأسف الشديد علشان كده بيبقى اصحاب النفوس والضمائر الضعيفة يقول لك دي بقى ايه ده، دي فرصتنا، ده موسم نقوم ايه نغلي في الاسعار، اصل الطلب زايد، فساعتها
يعني ايه نشد شويه بقى ونرفع السعر وكده كده الناس هتشتري. فعشان كده للغرض ده يعني لازم الجهد والرقابه يكونوا اكتر بكتير. زي ما قالت واعلنت وزاره التموين النهارده، اولا بتتكلم على ان منافذ المجمعات الاستهلاكيه التابعه للوزاره بتفتح ابوابها علشان يطرحوا السلع الغذائيه للمواطنين. فانت طبعا كل ما بتزود في المعروض يعني يبقى في فرصه للمنافسه، فما بيبقاش حد يحتكر او يزود في الاسعار. فقالت ان هي بتزود اكتر في الكميات من المنتجات يعني في الاسواق، وده بالفعل اللي ادى لتراجع بعض اسعار السلع الاساسيه. بصوا بقى عشان تعرفوا برضو يعني اللي بيحصل فينا ده، يعني اكتر حاجه كانت زايده اول يومين اللي فاتوا دول ايه بقى؟ الزيت والعيش، دي مستلزمات ايه؟ فسيخ ورنجه، فخلاص عيش وشويه الزيت اللي عليه. فراحوا لو هتحمر بطاطس مش عارفه ايه الكلام ده كله، فراحوا مزودين على طول علينا اسعار الزيت برغم انها كانت اتراجعت بشكل كبير الايام اللي فاتت. والعيش كنا لسه بنتكلم على انه في بقى التسعيره وفي اوزان والكلام ده كله، بس على مين برضو بيدخلوا لنا المدخل ده. فعشان كده وزاره التموين شغاله في القصه دي، وشغاله كمان في الحملات الرقابيه علشان لاحظت ان اسعار الخبز السياحي زاد بشكل كبير، فبيحاولوا يسيطروا على المسألة دي وما يكونش فيه مغالاة. ومن ناحية تانية طبعا علشان برضو ما يبقاش أسعار مبالغ فيها في الرنجة وفي الفسيخ في اللحمة، سواء بقى الطازجة أو اللحمة المجمدة، بس احنا طبعا أكتر كمصريين رايحين للأسماك يعني. فبدأوا أن هم يعني أنا شكل الفسيخ قدامي تعب أعصابي يعني المهم، فهم بدأوا إيه يزودوا اكتر في الفسيخ وفي الرنجه يعني ككميات يعني علشان الاسعار تنزل شويه، وده طبعا موجود في المنافذ التابعه لوزاره التموين. طيب ما دام جبنا سيره الفسيخ والرنجه والاكلات الطقوس بتاعتنا والبيض ولوازم والحاجات دي كلها، دايما التحذيرات الموسميه كلام كل سنه، وبرده يعني ايه ما بيحوقش قوي بيني وبينكم، يعني انه برده يعني اهو بقول لكم انا عناية على الفسيخ، لازم يحذروا بقى يقولوا الفسيخ مش عارفه ايه الكلام ده كله. طب نخلي بالنا ناخد جيب انواع كويسه، طيب لو كلنا زياده عن اللزوم هيحصل ايه؟ نعمل ايه بعد الدبه الجامده دي؟ دي دايما بيكون تحذيرات كده من وزارة الصحة وطبعا من المتخصصين والأطباء علشان يعني نقلل الخسائر زي ما بيتقال. ففي حملات برضو علشان يعني يتأكدوا ان الحاجات المطروحة في الأسواق يعني جيدة ما فيهاش اي مشاكل لا قدر الله. فده بنتكلم فيه كل سنة. طب احنا نعمل ايه بقى؟ كده كده في ناس يقول لك ده انا بتاع رنجه انا بتاع فسيخ، وفي بياكل الاثنين، وانه وفي ما بياكلش خالص، بس اللي بياكل هل في يعني اشخاص معينين لا يبعدوا؟ طيب اكلت هعمل ايه لو في مثلا لا قدر الله لا قدر الله اي بوادر اي اعراض، تقلت شويه ممكن ايه اللي اعمله كاكلات او شرب بعد كده حاجه تتشرب علشان برضو الواقع المساله يخف؟ لا قدر الله حالات تسمم ايه اعراضها؟ كل الكلام ده خليني اسال عنه دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. مساء الخير دكتور مجدي، كل سنه وحضرتك طيب. الخير يا استاذ لبنى، كل سنه وانتم طيبين في العالم كله. اهلا بيك يا دكتور. قبل ما تقول لنا نصايحك انت كشخص يا دكتور مجدي، فسيخ رنجه ليك في الاثنين ولا مفيش؟ لا ابدا عمري ما اكلتها. يبقى الدخله غلط. طب في ناس احنا ما بنستغناش عنها، في ناس كده لازم تقول لنا ايه نصايحك ايه؟ شوف حضرتك مفيش مانع ان احنا ناكل سمك عشان بنسيم، كل سنه وانتم طيبين، ومفيش مانع ان احنا نعيد العادات بتاعت اجدادنا اللي كانوا بيعملوها، بس نعمل عليها شويه نيو لوك حتى عشان تبقى جديده وتدي معنى للحياه. طيب. وتخليني احس ان انا لسه يعني عصري. ماشي. يبقى السنه دي خلينا ناكل سمك العاجي اللي هو المشوي او المسلوق او الفرن زي ما انتم عايزين. كل سمك ليه؟ وانا دايما النهارده في امتحانات دلوقتي، ودايما ما حضرتك بتبص على الخريطه هتلاقي كل الدول المتقدمه في العالم كله اللي هي بتطلع على بحير محيطات او بحار وبياكلوا اسماك. كل الدول المعدل تناول الاسماك في السنه بيزداد في الدول المتقدمه، وكان ده موجود عند الفراعنه. يبقى الحقوا بسرعه عشان ما نتاخرش، عشان اولادنا واجيالنا اللي جايه ما نتاخرش، نرجع تاني نزود السمك، ونطلب من كل المسؤولين وكل الناس رجال الاعمال استثمروا فلوسكم في مزارع سمكيه عشان نرجع تاني بنفس التقدم اللي احنا كنا فيه ايام الفراعنه. واحد.
اثنين ان احنا صحيح النهضه اللي بنشوفها دلوقتي والانجازات اللي القياده السياسيه عاملاها، بس برضه لازم التغذيه تكون بقى داخل البيت، ونهتم مش نصرف فلوسنا على اكل يزود لي الامراض بتاعتي. ليه؟ لان دلوقتي لو خدت السمك اللي هو المملح، السمك الفسيخ والرنجه والقلوحه والحاجات اللي بتعمل دي كلها، هل ليها اضرار؟ اه ليها اضرار، اضرار احنا لقينا ان الملح زياده بشكل عام هيزود لي ارتفاع في ضغط الدم، يعمل لي مشاكل في القلب والكلى، والناس عارفين دي. اثنين ان الملح بنفسه بشكل عام هيزود الحساسيه. وجد بقى كمان ان طريقه صنع الفسيخ، اختراع المصري بقى صنع الفسيخ ده، بيؤدي الى زياده انتاج ماده بيسموها الهيستامين، والهيستامين دي للاسف بتعمل حساسيه والناس كلها عارفاها، حتى يقول لك انا خدت مضاد الهيستامين. ايوه المشكله بقى الثانيه ان البكتيريا المكونه للهيستامين اللي موجوده في الاسماك دي كلها ممكن تبقى تظل شغاله حتى لو السمك بعد فتره طويله تخلصنا منه او مات او الحاجات دي كلها. يبقى الهيستامين والتيطع ده كمان لا يتاثر بالتجميد او التدخين، كمان الانزيم بتاعه صحيح بيقل تاثيره بالتجميد، بس يعود دكتور مجدي، دكتور مجدي معلش ما تزعلش والله، انا عارفه ان ده كلامك صح مليون في المية، بس برضو اللي ليه في الفسيخ والرنجه مش هياكل سمك مشوي ولا مقلي دلوقتي، معلش ما احنا بناكل طول السنه، فالامر الواقع ان انا هاكل، هاكل انا كل رنجه إيه؟ ماشي، بس انا بحب الفسيخ اكتر. يبقى سخنيه، يلا اسخنيه الفسيخ ليه قبل ما تاكليه؟ اقلي الفسيخ؟ اه لا يا دكتور، لا بلاش اقول لك على حاجه ثانيه كان الناس بيعملوها ومشاطرين جدا، بس ارجعيها دلوقتي، ارجعيها دلوقتي، خد الملانه، عارفه الملانه؟ اللي زي الخس كده، عامله زي امال ايه، او البصل. الملانه دي حاجه عامله زي الحمص كده، حمص الاخضر كده، هي حمص الشام، شكل حمص الشام بتتباع في الاسواق دي، بترفع المناعه. وكمان البصل الاخضر، البصل كده مش هيعمل ده مع الليمون والجو ده؟ قبل البصل، انا قبل البصل الاخضر. طيب انا هتفيدني، هتقلل من ارتفاع ضغط الدم والدهون الضاره، تخلي الدهون تقل وتبقى مفيده جدا للسموم، بتبقى مضاد الاكسده، دي حاجه. الحاجه الثانيه هتديني حاجه اسمها تريبتوفان، يدخل جسمي دلوقتي يعمل لي حاجه اسمها سيروتونين، يخليني عندي سعاده وانشراح ومزاج وبساط عالي وتكيف مع الاوضاع اللي عايز اللي هيحصل لي بعد كده. الضحكه اللي حضرتك عملتيها دلوقتي، الضحكه دي عندك سيروتونين، عندك هرمون السعاده، جت منين؟ من الفسيخ والرنجه. لا التريبتوفان ده يجي فين؟ في البقول. في البقول، لا مش من الفسيخ حضرتك، لا البقول، البقول. يبقى البقول دي من ضمنها الملانه. البصل الاخضر، انا مش هنكر البصل الاخضر مهم جدا، البصل الاخضر هيديني مضاد اكسده وحاجات مضاد للميكروبات وهيعزز المناعه، وما فيش مانع ناخده مع الفسيخ، وبرضه هيديني الصبغه الخضراء اللي فيه دي المهم قوي للمناعه. تمام، خلاص تمام، ان شاء الله ربنا يستر علينا جميعا، ويعني دي طقوس كده مصريه اصيله مفيش غنى عنها، لكن بنحاول نقلل الاضرار، واللي عنده فعلا عوامل خطوره زي ارتفاع ضغط الدم والكلام ده يعني يا بلاش خالص، يا تبقى حاجه على القد قوي، مع طبعا اخذ الاحتياطات. ربنا يعفي الجميع، وكل سنه وحضراتكم طيبين. دكتور مجدي بدران بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم. إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على التواجد المستمر مع أهالينا في محافظات مصر ومشاركتهم أعيادهم، احتفلت المؤسسة بعيد القيامة المجيد مع أهالي قرية صنباط التابعة لمحافظة الغربية في كنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة، ووزعت على الأطفال والأهالي هدايا رمزية عشان تشاركهم العيد وفرحته. النهاردة جايين نكمل فرحتنا احنا كمان في وسط أهالينا بالمظاهر والأجواء الاحتفالية اللي حضراتكم شايفينها، ويا رب دايما مصر في خير وسلام وسعادة وحب وتراقي. مؤسسة حياة كريمة ان هي تحضر معنا السنة دي وتشاركنا فرحة عيد القيامة المجيد، وزعوا وجبات على المحتاجين والغير قادرين. احنا موجودين النهاردة هنا من الصبح، كنا بننفخ بلالين، وموجودين من امبارح بالليل كمان معاهم، بنحتفل معاهم من بالليل، كنا جايبين هدايا لطيفة للأطفال. معنا اخواتنا بردك متطوعين، كانوا بيرسموا على وجوه الأطفال بالألوان بسواعد أبنائها من المتطوعين. استطاعت حياة كريمة تنظيم يوم كله بهجة ومودة عشان تقول للإخوة الأقباط كل سنة وانتم طيبين بطريقتهم الخاصة. النهاردة انبسطنا جدا بوجود حياة كريمة معنا، رسموا على وشوش الأطفال رسومات جميلة، وكمان وزعوا بلالين وشاركوا معنا في تنظيم اليوم. كلنا جايين هنا أهل القرية من المسلمين، جايين نهنيهم
ولقينا هنا برضو المبادرة الرئاسية حياة كريمة موجودة ما شاء الله، عاملة فعالية جامدة هنا. حياة كريمة كانت موجودة وعاملة أنشطة كتير للأطفال، ففرحت الأطفال وحاجة جميلة يعني. جايين نحتفل بعيد القيامة، واللي بسطني الحياة كريمة جاتت. زي ما حياة كريمة دايما بتكون حريصة على توفير سبل المعيشة لأهالينا الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم، بتحرص كمان على تعزيز مبدأ المواطنة وتأصيله في نفوس المصريين بالمشاركات الفعالة في كل ربوع مصر. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مش بس بيشتغل على دعم المواطنين ماديا ومعنويا وصحيا، لكن كمان بيشاركهم أفراحهم ومناسباتهم. علشان كده بتحرص قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم وقيادات ومتطوعي مؤسسة الجرحي إحدى مؤسسات التحالف على التواجد خلال قداس الاحتفال بعيد القيامة ومشاركة إخواتنا الأقباط في الاحتفالات وتهنئتهم بالعيد عن طريق توزيع الهدايا والبلالين على الأطفال. مصر هتفضل رائدة في وحدتها، رائدة في قوتها، وبإذن الله هنفضل واحد كل سنة وانتم طيبين. بنقول لإخواتنا المسيحيين كل عام وانتم بخير، وعيد سعيد، عيد قيامة سعيدة على مصر كلها، ودايما يا رب كده متجمعين ودايما إيد واحدة إن شاء الله. جايين النهاردة كمؤسسة جرحي بنقول لأخواتنا وشركائنا في الوطن كل عام وحضراتكم بخير، جايين نشارككم فرحتهم. فعاليات مؤسسة الجرحي والتحالف الوطني لاقت استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين بجانب الفرحة اللي رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال. الأجواء والاحتفالات كله تمام، وكل سنة وانتم طيبين، وبعد الأيام وعيد سعيد وعيد مبارك علينا كلنا رب. فرحانة جدا إن مؤسسة جمال الجرحي جت النهاردة وشاركتنا فرحتنا وعيدنا. منظر جميل وهم واقفين بالبلالين وبيدوها للأطفال، منظر مبهج بصراحة. لفتة جميلة من مؤسسة الجرحي، الأطفال كلها مبسوطة وفرحانة. كنت نازلة تحت لقيتهم بيوزعوا بلالين وادوني بالونة. انبسطنا جدا وفرحنا. جايين يهنونا النهاردة بكل قلوبهم والابتسامة على وجوههم، حاجة تفرح بجد. واشكرهم جدا على مجهودهم الكبير، بذلوا مجهود كبير قوي وتعبوا عشاننا. مشاركة مؤسسة الجرحي اخواتنا الاقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد بتستهدف ادخال السرور والسعادة عليهم، استكمالا لسلسلة المبادرات والخدمات اللي بتنفذها المؤسسة على مدار العام، وتعزيزا لروابط المواطنة والألفة والمحبة وتقوية النسيج الوطني. كل سنة وحضراتكم طيبين. مرة تانية ربنا يديم الأمان والاستقرار على بلدنا إن شاء الله، ويرفع الغمة والبلاء على أشقائنا الفلسطينيين يعني إن شاء الله يا رب. لسه طبعا في أجواء أعياد القيامة، والحقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية يعني وضع مؤسف والأرقام عمالة تزيد. إحنا بنتكلم النهاردة اليوم 212، ولسه طبعا المحاولات المصرية والجهود المكثفة الخرافية اللي بتقوم بيها مصر للوصول لتهدئة. الحقيقة في تصريحات كتيرة، ووفقا لمصادر أمنية رفيعة المستوى مصادر مصرية بتتكلم عن أن في تقدم إيجابي في المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل، وأن بتأكد كمان اللي بيتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام ده كلام غير دقيق. آخر التطورات يعني أن الوفد الأمني المصري هو مازال مستمر في مشاوراته مع كل الأطراف، وفي نقطة جوهرية هي أن عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله ده من ضمن بنود الاتفاق. طيب بالنسبة لحماس بتقول ايه واسرائيل بتقول ايه؟ حماس النهاردة بتتكلم على ان وفدها في القاهرة بيأكد ان موقفها ايجابي ومرن، وبيركزوا او بيقولوا لازم يكون التركيز ان الاولوية تكون وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وقالت ان احنا اتشاورنا مع كل الاطراف وعملنا اتصالات سواء في الداخل او في الخارج. اسرائيل من ناحيتها
مش إسرائيل ككل، إن أنت عندك الحكومة برضو حكومة الحرب هي منقسمة، والمتطرفين وعلى رأسهم نتنياهو معروف موقفهم، الباقي هم مرحبين وشايفين إن ده طوق نجاة ولازم نوقف الوضع دلوقتي يبقى فيه هدنة. لكن نتنياهو النهاردة طالع بيتكلم وبيقول إنه لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وإن إسرائيل مش هتقبل شروط هو شايفها هتوصل لحد الاستسلام، وإن إحنا هنواصل القتال لغاية لما نحقق أهداف الحرب. والحقيقة بقى فيه كلام برضو بيطلع منهم من المتطرفين ولا نتنياهو ولا غيره، إنه حتى لو وصلنا لهدنة عملية اجتياح رفح قائمة وهتحصل في أقرب وقت. خليني أسمع تعليق ورأي دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة معايا على التليفون. مساء الخير دكتور أشرف. دكتور طارق وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. يعني قرايتك إيه للمشهد يا فندم، سير المفاوضات في ضوء موقف حماس وتصريحات إسرائيل؟ هو بالتأكيد طبعا يعني استمرار التصعيد الإعلامي قبل الطرفين هو هدف تحسين شروط التفاوض، لكن الأمور تمضي بصورة جيدة في القاهرة، وهناك تصميم من الوسيط المصري يبذل جهود جبارة في هذا التوقيت لاستمرار حالة الهدنة والحدوث اختراق مباشر فيما يجب صرف النظر عن التصريحات المسرحية التي يرتقها نتنياهو بشأن استمرار العملية العسكرية وغيره. وأنت تعلمي أن هناك ضغوطات كبيرة يقع تحتها يعني نتنياهو، بيتحدث هنا داخلية ولا أمريكية؟ يعني الاثنين حضرتك. لكن الجانب الأمريكي كما تعلمي داعم للتحرك المصري وداعم للجهود المصريه في هذا التوقيت، وطبعا هذا واضح من وجود مدير الاستخبارات المركزيه الامريكيه ويليام بيرنز نفسه في المفاوضات وفي تفاصيل كثيره في اطار دعم المفاوض المصري وقدراته الكبيره. كل بيقدم خيارات جديده في هذا الاطار وبيقدم فرصه للطرفين، وبالتالي حماس في تجاوبها اعتقد على الجانب الاخر الجانب الاسرائيلي يريد ايضا الوصول الى اقصى ما يمكن ان يتم. النقاط الخلافيه دكتور طارق، مساله الانسحاب الكامل، وقف العدوان، وقف الحرب. النقاط الان استاذه لبنى تم التوافق بشأنه، ولكن التفاصيل الخاصه باعداد النازحين، التوقيتات الزمنيه، وقف اطلاق النار التكتيكي، ما فيش حاجه اسمها وقف اطلاق نار نهائي. يعني وقف اطلاق نار هنتكلم على مراحل، مراحل ومراحل زمنيه واجراءات بناء ثقه ومحاوله من قبل الطرفين للالتقاء في منتصف الطريق. القاهره بتقدم خياراتها وحلولها وتحاول توصل في هذا الاطار للضغط على الطرفين وليس باتجاه واحد. طبعا حماس لديها حساباتها الخاصه بها، وهي طلبت الاجابه على بعض التساؤلات بالنسبه للجانب الاسرائيلي بالنسبه لعوده النازحين او الخاص بالجانب الاسرائيلي، لكن انا في تقديري انه اسرائيل ستصل الى حاله التهدئه برغم كل ما يجري وبرغم يعني التصعيد الاعلامي وارسال الوفد وعدم ارساله وغيره. أمور كلها تصب في إطار من السوء الإعلامي وليس المضمون. طبعا هذا الأمر يعني كلام نتنياهو ما ناخدوش على محمل الجدية، على الرغم أن احنا مفهمين أنه ده يعني إنهاء لمستقبله أو محاكمته بعد كده. أستاذة لبنى، إسرائيل ليست نتنياهو، والحديث عن قوة الحكومة في هذا التوقيت والضغوطات التي يمكن أن يتعرض لها يجب أن تفهم في سياقها. بمعنى أنه لابد أن يكون هناك مراجعة في الموقف داخل الحكومه الاسرائيليه. الف سلامه يا فندم. من هذا الذي يجري هو مرتبط حضرتك بامرين، الامر الاول هو الجزء الخاص بالتعيينات التي جرت في الجيش الاسرائيلي خلال الايام الاخيره، وهذه الامور طبعا لها اهميه كبيره، تعيين رئيس استخبارات عسكريه امان جديد، وتعيين مجموعه من صادق الجنوب وبعض الوحدات والكتائب. المؤسسه العسكريه بتفرض قرارها الان في اسرائيل، وبالتالي السياسه غائبه في اسرائيل نتيجه للصراع اللي حضرتك تعلمينه، وبعدين هيبقى في تصديق من مجلس الحرب على الخطوات المهمه. اسرائيل قدمت تنازلات للامانه تقتضي ان اقول قدمت تنازلات في موضوع قبول التفاوض مع حركه حماس، برغم انها كانت وضعت شرط اقصاء حركه حماس بتتفاوض الان بصوره كبيره، تتحدث عن خياراتها الاخرى، وحماس ايضا قدمت تنازلات كبيره
لانه الحديث كل طرف بيتكلم. اخر الاخبار دكتور طارق وتعليق حضرتك برضو، ان وفد حركه حماس غادر القاهره وتم الاتفاق ان هو هيرجع في خلال يومين، وحضرتك عارف برضو اسرائيل قال لك انا مش هاجي غير لما هم يوافقوا الكلام ده كله، وانه لا الكره في ملعب اسرائيل لا في ملعب حماس، ده كله برضو بتقراه في ضوء يعني ضغوطات سقف ردود من قبل الطرفين، وبالتالي حماس تريد ان تفضل. كل طرف مستني رد الطرف الثاني. الهدف تحسين شروط التفاوض رقم واحد بالنسبه للطرفين، محاوله للحصول على الحد الاقصى من عمليات التفاوض، لانه زي ما قلت لحضرتك الاطار للمفاوضات حسم وقبل من الطرفين، لكن التفاصيل هي اللي خاصه بقى بأعداد النازحين، الانسحابات وإعادة التموضع والانتشار خارج مدينة خان يونس، فتح الممرات والطرق البديلة، الممر البديل لموضوع طبعا وشارع الرشيد وفتح الطرق المتماسة معه وغيرها طبعا. طب دي التفاصيل دكتور طارق، عناوين الورقة المصرية يعني الترحيب الأمريكي الشديد بالطرح المصري ده بتشوفه ازاي؟ العناوين أو الورقة المصرية ازاي لبت طموحات الطرفين أو أن يكون في صيغة توافقية ترضيهم؟ يعني أستاذة لبنى، القاهرة بتستمع وتنصت وتوجه وبتطرح الرؤى لتقريب وجهات النظر، ويحظى الدعم المصري المحترف اللي حضرتك بتتكلمي مع خبرة مفاوض كبيرة، خبرة متراكمة، خبرة لسنوات طويلة، إلمام بكل التفاصيل الأمنية والسياسية وطرح البدائل، بالتالي الطرفين يعلموا مع من يتفاوض، وبالتالي الجانب المصري يتحرك بهذه المساحة من الخبرات الكبيرة والمتراكمة في هذا الإطار. المهم الآن هو تقبل الطرفين بنقطة التقاء. التفاصيل زي ما قلت لحضرتك ربما تكون محور لتجاذب بينهم، لكن لكل طرف حساباته وتقديراته. ولا تنسي أستاذة لبنى أن هناك قوة مترابطة بإفشال الاتفاق، يعني قوة من الطرفين لإفشال الاتفاق وإبداء بعض التحفظات والتصعيد عند الضرورة. يعني ما أشرت حضرتك إليه واتكرمت بالنسبة لنتنياهو، نتنياهو يخاطب جمهوره ويخاطب الاحزاب اليمينية ويخاطب ائتلاف الحكم، وبالتالي يخشى من انهيار الحكومة، وبالتالي هو يتحدث في إطار مع تهديد بالاستقالة في حال قبول الاتفاق أو الورقة المصرية، لكن الحكومة تستقيل. لكن موضوع رفح يعني دعيني أصارح حضرتك لن يكون هناك اجتياح لرفح. ما عندكش التخوف ده يا فندم أنه يحصل عام اجتياح لرفح؟ ده عمليات الإفتاء هتاخد بعض الوقت. هو لن يجرؤ على الدخول إلى رفح بكل ما يقوله، الاعتبارات متعلقة بوضع الحكومة بالضغط الأمريكي المصري الكبير، وحضرتك تعلمي رسائل مصر لا تقبل أن تفتح حلول أو أشباه خيارات، مصر لن تقبل بوجود اسرائيلي في ممر صلاح الدين، وهناك اجراءات في هذا الاطار. طبعا الموضوع اللي يتاثر بمعاهده السلام بالبروتوكول الامني بغيره، هذه رسائل اسرائيل تعلمها والحكومه تعلمها وتعرفها الحكومه الاسرائيليه، ومصر طبعا لا تثق الا في امكانياتها وقدراتها، وبالتالي الحديث هنا عن دخول رفح او غيره، عمليات الاجزاء والاخلاء تاخذ عده اشهر، ربما من 3 إلى 6 أشهر إذا فكر أن يقوم بعمليات الإخلاء والإجلاء بصورة كبيرة. لكن هو يناور وهو يريد أن يقول أنه قوي، الحكومة قوية متمسكة في هذا الإطار، وحماس قدمت طبعا ردودها في انتظار ما يمكن أن تأتي به الأيام المقبلة من توافقات نبدأ بها المرحلة الأولى وفق للطرح المصري. يا رب إن شاء الله نتمنى هذا وإنقاذ يعني الفلسطينيين، ويعني يبقى في مجال للتهدئة والتقاط الأنفاس. شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، بشكرك على وجودك معنا. فاصل ونرجع لحضرتك. في إطار فعاليات حياة كريمة ومشاركتها كافة فئات المجتمع في المناسبات الدينية ومن خلال مبادرة سبيل، قامت المؤسسة بزيارة لكنيسة الشهيد أبادير وأخته الشهيدة إيريني بمحافظة أسيوط، وده عشان تشارك إخواتنا الأقباط في عيدهم وتقدم لهم التهاني وكافة أشكال الدعم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد. النهاردة فرحة الناس غير عادية بحياة كريمة، احنا ماشيين في الشارع كل الناس بتقول حياة كريمة حياة كريمة، فدي يعني حاجة بتبسطنا كلنا. احنا جايين النهاردة الكنيسة بنوزع وجبات ساخنة وعلى كل الأسر الأشد احتياجا، ودي مبادرة جميلة بتهدف لتوزيع وجبات ساخنة ووجبات طازة جميلة للأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. مبسوطة جدا أن أنا بشارك النهاردة في الفعالية دي، وبنقدم وجبات للناس
وبنقدم هدايا للأطفال. الفعالية بدأت بتوزيع أكتر من 300 وجبة غذائية على أهالينا الأكثر احتياجا. مش بس كده، كمان تم توزيع الألعاب على الأطفال لنشر البسمة والفرحة على وشوشهم. فرحتنا صدقوني، واحنا بعمانة ما كناش معايدين، بس انتوا لما جيتوا فرحتونا. بعتولنا وجبات وعديات ومفافيخ وحاجات جميلة حلوة خالص، فرحنا معاكم خالص. شكرا لمؤسسة حياة كريمة، قدمت لي هدايا وقدمت لي حاجات حلوة وديتنا أكل. نحب أشارك أخوان المسيحيين واخد بالك في كل مناسبة، لأنهم هم أخواننا وأخواتنا في الوطن وشركاتنا وحبيبنا وجيراننا، وربنا ينشر الحب بيننا وبينهم ويبعد عننا أي مكروه وسوء. اللي بتقوم به مؤسسة حياة كريمة بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام في دعم كافة فئات المجتمع في مختلف المناسبات، ما هو إلا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بيكم. الحياة التقرير اللي احنا شفناه مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة المجتمع المدني بشكل عام والدور الكبير والإيجابي اللي بيحصل في الملف ده، ودينا في إيدين بعض. يعني طبعا ده دور أصيل للحكومة للدولة المصرية، كلنا مع بعض نحاول نحن نخفف العبء عن المواطن المصري. من الباب ده أو من الزاوية دي هنا بتكلم عن الحماية الاجتماعية، وتصريح مهم النهاردة لوزير المالية دكتور محمد معيط اللي بيأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم هيتم تخصيص أو تم تخصيص أكثر من نص إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمحورها لهم الصحة والتعليم. سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الخير يا فندم. الخير يا استاذ لبنى، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بحضرتك. يعني تعليق حضرتك على تصريح وزير الماليه والحمايه الاجتماعيه وشغل الدوله فيها يا فندم. يعني عشان الامور نبسط الارقام يعني الساده المشاهدين، الايرادات السنه دي المتوقعه في الموازنه العامه، موازنه الحكومه العامه 24-25 حوالي 5.3 تريليون جنيه. 5.3 تريليون جنيه لما يجي دي الايرادات كلها يا فندم. ايرادات الموازنة الحكومة العامة اللي هي موازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية. تمام. لما نتحدث عن 5.3 تريليون جنيه، سيد وزير المالية بتكلم عن تخصيص حوالي 50% من هذه الايرادات اللي يعني بناء الانسان والدعم. ده بيتمثل في اربع ارقام يا استاذة لبنى. اتفضل. في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ودي هتكون 636 مليار جنيه. في الاستحقاق الدستوري للصحة، وده هيكون 496 مليار جنيه. الاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي 465 مليار للتعليم قبل الجامعي، 140 مليار للبحث العلمي، 294 مليار للتعليم الجامعي. جملة الاستحقاق الدستوري للتعليم 999 مليار بالإضافة للأجور، وهي بتمثل حوالي 570 مليار جنيه. الأربع أرقام دول 570 مليار أجور، 636 دعم ومنح ومزايا اجتماعية، 999 استحقاق الدستوري للتعليم، 496 استحقاق الدستوري للصحة، بيدوني إجمالي حوالي 2.7 تريليون جنيه، ودول بيمثلوا حوالي 50% من إيرادات الدولة اللي هي 5.3 تريليون اللي تحدث عنهم السيد وزير المالية. طبعا لما نيجي طب هو الاول الاستحقاق الدستوري في الصحه والتعليم احنا محققين ومقربين منه، ايه الموقف يعني؟ لا طبعا محققين. محققين. الاستحقاق الدستوري للصحه عندي ب 496 مليار جنيه، الاستحقاق الدستوري للتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، التعليم العالي والجامعي 294 مليار جنيه، البحث العلمي 140 مليار جنيه. الدعم والمنح انت بتتكلم على مرتبات زيادات علاوات الكلام ده كله، باب الدعم كمان موجود معانا. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه 636 مليار. الدوله خلال السنتين اللي فاتوا يا استاذه لبنى، يعني نتيجه التداعيات العالميه والاقليميه والدول المحيطه بينا، حدث يعني ارتفاع كبير في نسب ومعدلات التضخم، ادى لارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا نتيجه ارتفاع تكلفه النقل، سلاسل الشحن، المواد الغذائيه، البترول. يعني ده ضغط بشكل كبير على المواطن. فلازم دورك انك تخفف وتساعد فيه. بالظبط، كان لازم الدوله تتدخل عشان تخفف الاثار السلبيه لارتفاع الاسعار. واحنا شفنا
خلال الفترات السابقة في شهر أكتوبر الماضي في شهر فبراير عدة مرات، يعني بتوجيهات السيد الرئيس تدخلت الدولة، رفعت في علاوات اجتماعية استثنائية، علاوة غلاء معيشة، في رفع الحد الأدنى للأجور، في رفع حد الإعفاء الضريبي، في يعني تفكير للعلاوات، أيضا التأمين الصحي الشامل يعني سيمتد خلال العام القادم ليعني محافظات جديدة، المبادرات الصحية، يعني هناك تدخل من الدولة بشكل كبير. لو حبيتي حضرتك يعني تسمع الأرقام، لا احنا دي خليها بقى أرقام وتفاصيل ونقرأ الموضوع ده مع حضرتك إن شاء الله كده نقعد يعني وكنا قاعدة في البرنامج نتكلم فيها. شكرا جزيلا سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلام مهم وهنفرد له وقت إن شاء الله مع سيادة النائب عشان نفهم بالتفاصيل ونشوف الدولة شغالة إزاي في الملف ده. لكن على ذكر التعليم وكلام الرئيس الحقيقة لما حصل طبعا افتتاح مراكز البيانات والسحابة الإلكترونية، الرئيس قال كلام مهم جدا، المستقبل، الوظائف الجديدة، الاهتمام بالتكنولوجيا، انه الشباب والأسرة المصرية نبدأ ان احنا نغير طريقة تفكيرنا ونشوف الحاجات اللي يعني مطلوبة في سوق العمل. وافتكر مع حضراتكم هنا في البرنامج قلت انه احنا بنتكلم ده وفي ارضيه نقدر يعني نروح لها، يعني موجود بالفعل الكليات الجديده، المناهج التعليميه الجديده، انواع طبعا التعليم المختلفه، بالتالي ده موجود ومتاح. فلما رئيس يقول نروح لده فده فعلا موجود مش لسه هنعمله، لكن الاهم ان احنا نغير شويه بوصله تفكيرنا. انا ليه بقول الكلام ده لحضراتكم؟ لان وزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور وضح الكلام اللي بقوله ده لحضراتكم بالتفصيل علشان برضو لما ناخد القرار نبقى عارفين هنروح ونتجه لفيه. قال الوزير ان السنوات اللي فاتت شهدت اهتمام كبير من قبل القياده السياسيه بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصريه، خاصه في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وان ده انعكس على انه زاد عدد الكليات في التخصصات دي في الجامعات المصريه، وزاد عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي اللي هو 23-24، وصلنا ل 91 كليه ومعهد. اكد كمان الوزير ان قطاع التعليم العالي في مصر حصل فيه نمو ملحوظ في اعداد الطلاب الملتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي مع تنوع الخيارات المتاحه للطلاب ما بين الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه والجامعات الدوليه والمعاهد الخاصه، فبالتالي التنوع موجود، الجامعات والتخصصات دي متاحه، وان في طلبه بالفعل زاد عددهم الملتحقين بالنوع ده من التعليم، ونتمنى كمان انهم يزيدوا اكتر. في ملف بقى الإسكان النهاردة تصريح من دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قال فيه إن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدروا 98 قرار وزاري لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات بمساحة 4232 فدان في المدن الجديدة من أول يناير لغاية دلوقتي. نفهم ده معناه ايه والتفاصيل. معانا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. مساء الخير يا باشمهندس عمرو. مساء النور يا استاذ ربنا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني فهمنا التفاصيل يا فندم، الكلام ده معناه ايه؟ طبعا يا فندم، هو اتفاقا مع خطه الدوله في التوسع العمراني اللي حصل اخر 8 سنوات تم انشاء عدد كبير جدا من المدن الجديده، والمدن الجديده دي ليها قواعد تنميه، ومن اهم قواعد التنميه المشروعات الجديده اللي بتوفر فرص عمل وفرص سكن مناسب مختلف ومتنوع وخدمات. تمام. فطبعا الخطه دي بتحتاج قرارات داعمه ليها وقرارات سريعه علشان تبقى تخطيط المدن، يتم تنفيذ المخطط الاستراتيجي لكل مدينه، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ المشروعات اللي بتجذب استثمارات وفرص متنوعه للحياه، زي افتتاح مصانع جديده، انشطه تجاريه جديده، مدارس، دور عباده، كنائس وجوامع، مناطق تجاريه، مناطق خدمات حكوميه. فبالتالي احنا تصريح الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات اليوم كان بيتكلم على انه من يناير لحد مايو النهارده تم اصدار فقط في يعني بنتكلم في الربع الاول من السنه اكثر من 4000 قرار وزاري بتخصيص قطع اراضي، فده يعني معناه شغل كتير، قطع اراضي، سكن، تنميه، مشروعات. مظبوط يا فندم، تنميه للمدن وجذب كمان، لان حضرتك بنتكلم في اكثر من 45 مدينه جديده في ربوع مصر اكتسبت عدد كبير جدا من الاستثمارات، وبالتالي اكتسبت عدد كبير من العماله، واكتسبت عدد كبير من المواطنين لسكن هذه المدن، وتم توفير طبعا مجموعه كبيره جدا من الطرق بالاف الكيلومترات، البنيه التحتيه كمان، وكهرباء البنيه التحتيه، وده بيستلزم وجود خدمات حكوميه ومدارس وجامعات وجميع المرافق اللي بتساعد على التنميه.
فده اللي حصل في اخر 10 سنوات، انه التنميه في المدن الجديده محتاجه قرارات تخطيط اراضي. هو ده كده لو عملنا مقارنه ما بين، يعني ما اعرفش بقى نعملها بين ايه، يعني احنا بس في الربع الاول السنه دي، انا مش يعني لو قلت لك من 10 سنين هتبقى الدنيا طبعا فرق كبير قوي. الوتيره فعلا يا فندم صح سيادتك، عندك حق، الوتيره بقت سريعه جدا والطلب بقى سريع. لو سيادتك بتتابعينا دايما الاعلانات اللي بنزلها الوحدات السكنيه على طول، لما منزلين ل 10,000 وحده سكنيه بنلاقي متقدم لها 300,000 اسره. فالوتيره سريعه والطلب زياده جدا على واللي ما بيدخلش الاعلان ده بيبقى معانا في الاعلان الجاي وبيترحل معانا، فعلى طول العجله شغاله في ده. وطبعا ده مؤشر كويس قوي ان رب الاسره لما بيدور على مدينه جديده ويشتري فيها وحده سكنيه لاسرته، او لو شاب بيكون اسره بيدور على فرصة عمل وفرصة تعليم لأولاده وفرصة خدمات حياة قريبة ومواصلات داخلية. صح صح يا فندم، تنمية متكاملة. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. طيب النهاردة وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه دخلنا خلاص أهو في الامتحانات بقى، وخلاص يعني كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله الولاد يعني ربنا يوفقهم، والأسر كمان، الأسر هي اللي بتذاكر وهي اللي شايلة الهم والدروس والأفلام دي كلها، يعني ان شاء الله خير. المراجعات النهائية اللي وجه بيها دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، هو أعلن أنه طبعا دي هتكون يعني موجودة في مختلف المديريات التعليمية لتالتة إعدادي وتالتة ثانوي، ده هيكون موجود ومتوفر إن شاء الله بداية من شهر مايو اللي جاي. وبيقول يعني هيكون بيبقى فيه إقبال، يعني إحنا في كام مايو، إحنا خلاص يبقى هي بقى لها كده 4-5 أيام موجودة بالفعل على المواقع يعني. وبيقول الوزير إنه بالفعل شهدت إقبال كبير من الطلبة إن هم بيدخلوا بينزلوها وبيشوفوا المراجعات النهائية، وهو قدامي على الشاشة برضو، وأكيد بقى بيكون في نماذج أسئلة ولا حاجة، أسئلة وإجابات وكل الكلام ده يعني. فده كلام مهم قال وزير التربية والتعليم، إنه المراجعات متاحة وموجودة، اللي ما دخلش عليها يدخل عليها يحملها ينزلها يشوف برضو إيه ويتدرب على القصة دي. أرجع لتصريحات وزير التربية والتعليم، شدد وقال إنه إن شاء الله يعني إحنا ميسرين كل الأمور للطلبة، ويعني كل الأجواء مناسبة لإنك تشارك في المراجعات النهائية علشان الطلبة إن شاء الله يقدروا إن هم يعني إيه يكون مستواهم كويس. ومن ناحية تانية ودي نقطة مهمة، إنه يخفف شوية عن كاهل الأسر المصرية، فادي المراجعات علشان اللي بيروحوا بقى دروس يقول لك المراجعة النهائية دي كانت قصة دي، فالمراجعة النهائية ونماذج الأسئلة والحاجات دي كلها ده موجودة عند الوزارة منزلها، فبالتالي أنا هبقى مطمنة أكتر الوزارة منزلة الكلام ده، يعني أبقى أنا أرية كده إن دي سكة الأسئلة، شكل الامتحان هيبقى عامل كده في السياق ده. فطبعا أولى أن أنا أخده من الوزارة رأسا بدل ما أخده من مدرس خصوصي، مع كامل الاحترام ده شغل الوزارة، فهتبقى الأمور أفضل وأضمن. بعد الفاصل إن شاء الله بقى الكاتب الصحفي أستاذ بلال الدوي، يعني لقائنا الأسبوعي نقرأ معاه آخر التطورات، وأكيد يعني العنوان الرئيسي هو القضية الفلسطينية، قطاع غزة، الهدنة، طبعا الورقة المصرية، كل الأمور وكل الأخبار المتعلقة بالملف ده بعد الفاصل إن شاء الله. بمناسبة عيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط، ما كانش ينفع تعدي لحظة الفرحة دي إلا ولازم يشارك فيها التحالف الوطني، وتحديداً مؤسسة نبيل الكاتب إحدى مؤسسات التحالف اللي توجهت بمتطوعيها لكنيسة ماري مرقس الكرمة لتوزيع الهدايا والألعاب والحلويات على الأطفال والأهالي بالمحافظة. يوم جميل، يوم كل حب أصلاً، بنقدم التهنيات والتبريكات لكل حبايبنا وإخواتنا الأقباط، وده تقليد سنوي لينا دايماً إحنا معتدين عليه. امبارح حضرنا صلاة القداس معاهم، والنهاردة طبعاً في يوم جميل، ويعني دايماً كده بيبقى اليوم ده يوم بالنسبة لنا يوم عيد. احنا سعداء جدا بوجود التحالف الوطني، والحقيقة مشاركتهم فرحتنا وفرحة الأقباط بالاحتفال بعيد القيامة وتقديم هدايا للأطفال، دي رؤية وطنية
وفيها وحدانية. فرحة عمت وجوه كل الأطفال والأهالي، واليوم بالنسبة لهم كان عيدين، عيد القيامة المجيد وعيد وجود التحالف الوطني وسطيهم علشان يفرحهم. مؤسسة نبيل الكاتب دايما بصراحة بتفرحنا حتى بالأجواء وبتعمل نوع من البهجة معانا. نشكر التحالف الوطني ونشكر مؤسسة نبيل الكاتب على محبتهم معانا وتعبهم معانا على الهدايا. نشكر كل الناس اللي موجودة ونشكر كل الحاضرين وكل سنة وانتم طيبين. نشكر التحالف الوطني ونشكر مؤسسة نبيل الكاتب وعلى وجودكم معانا وتوزيع الهدايا، وبسطوا الأطفال كلهم مبسوطين بحضراتكم كلكم. أنا مبسوطة عشان هم وزعوا علينا هدايا وأنا مبسوطة قوي. وزعوا علينا ألعاب جميلة أنا وأصحابي وإحنا النهاردة فرحانين بيهم جدا. فرحة الأطفال والأهالي كانت فرحة لا توصف، خاصة لما يكون ده ضمن مشهد بتستمر في تقديمه مؤسسة نبيل الكاتب داخل محافظة البحيرة بشكل دائم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. ملفنا الرئيسي ملف الدولة المصرية اللي شغال عليه من أول لحظة ومن أول يوم وعلى مدار التاريخ، القضية الفلسطينية. طبعا كل الكلام والأخبار دلوقتي عن الورقة المصرية وفرصة الوصول لتهدئة أو هدنة وتوافق ما بين الطرفين لإحداث بعد كده عملية سياسية تفاوضية. تصريحات بننقلها لحضراتكم يوميا. موقف حماس، الرد الإسرائيلي، الوفد الإسرائيلي مش هيجي، لا وفد حماس جه، لا وفد حماس مشي، طيب لا حماس احنا بنبدي مرونة وكل التفاصيل دي، لا عندنا نقاط خلافية، لا في مقترح تاني. إسرائيل تقول لك لا والله يعني احنا في ترحيب، لا في تحفظات، لا لو قبلنا يبقى ده استسلام وانبطاح لحماس وهزيمة لينا، لا والله ده احنا حتى لو قبلنا بالهدنة هيحصل اجتياح رفح، كل التفاصيل دي فتوهة كبيرة. صحيح كل الأنظار معلقة دلوقتي وفي ضغوط طبعا، غير الدور الخرافي، هو مش تبجيل في مصر واحنا مصرين من حقنا نقول كده، لكن لا ده الواقع على الأرض، دور يعني جهد كبير 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 انك انت يعني بقالك فترة طويلة عمال تحاول انك يعني تقرب الطرفين ويحصل يعني التقاط أنفاس، وفي إشادة حتى من المجتمع الدولي دايما بدور المصري والترحيب الكبير من الجانب الأمريكي بالورقة المصرية. خلينا نقرأ مع حضراتكم المشهد والموضوع ماشي لحد فين مع الكاتب الصحفي ضيفنا طبعا ولقائنا الأسبوعي مع أستاذ بلال الدوي. أهلا وسهلا بك أستاذ بلال. أهلا بحضرتك أستاذة وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. أول ما أستاذ بلال دخل ولسه بيقعد على الكرسي كان السؤال قبل الهوى كده، بقول له ها هنوصل لهدنة ولا مش هنوصل، هننجح في القصة دي ولا لا، يعني طبعا ده السؤال المليون جنيه. فأستاذ بلال يعني قال لي طب ما نتكلم اللي هو لو ده يعني في عرقالة دلوقتي، مين اللي مصلحة، مين اللي بيحاول ان هو يفشل احداث هذه الهدنة ونجاحها؟ وطبعا انا قلت اكيد ما هو فيه، بس مين اللي مصلحة، مين اللي بيحاول يضغط في هذا التوقيت، بتقراها ازاي؟ الكلام طبعا اللي حضرتك قلتيه كلام صح. انا قلت لحضرتك احنا طب ما تيجي نقلب الموضوع ونبدا بالسؤال المفروض ننتهي بيه العكس. هل هناك قوى من مصلحتها افشال المفاوضات واستمرار الحرب؟ بكل تاكيد حضرتك قلت طبعا. وانا بقول طبعا بنسبه 100%، هناك قوى تريد توسيع دائره الصراع، هناك قوى تريد نشر الفوضى بطريقه غير مسبوقه، طبعا فوضى غير الفوضى اللي في 2011 طبعا، لان الفوضى القادمه فوضى هتكون بمثابه مواجهات بين قوى كبيره، لان منطقه الشرق الاوسط منطقه نفوذ ومنطقه ثروات ومنطقه بترول ومنطقه فيها محددات امن قومي لعددا من الدول الكبرى. صحيح اطراف كتير. لك ان تعلم يا استاذه ان مضيق باب المندب بس مضيق باب المندب موجود فيه 11 قاعدة عسكرية لأكبر دول في العالم. لأن طبعا ده مضيق يعني مسميها ملعب دولي. أصبحت منطقة مضيق باب المندب ملعب دولي للقوى الإقليمية الكبرى والقوى الصاعدة طبعا. 19 قاعدة عسكرية، وبالتالي زائد طبعا ان احنا قلنا ان منطقة الخليج بيمر بيها 20 مليون برميل، 21 مليون برميل
بترول يوميا. فده في حد ذاته ده بيسبب أهمية كبرى للمنطقة، زائد طبعا وجود قناة السويس بثقلها وأهميتها في الملاحة الدولية. فالمنطقة طبعا وفي القلب منها جمهورية مصر العربية. ففي وجود السخونة اللي في الأحداث دي كلها لابد أن تكون الدولة المصرية في حالة يقظة. والسؤال، هل الدولة المصرية في حالة يقظة؟ أنا بقول نعم بنسبة 100%. طبعا. ليه؟ لأن الدولة المصرية بتقوم بمجهود غير طبيعي لمساندة القضية الأولى والقضية المركزية للعرب، وهي القضية الفلسطينية. لأنه مصر بتقول كده، لأنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل القضية الفلسطينية، إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا. صحيح. بإعطاء الفلسطينيين حقهم بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو 67. غير كده مش هيكون في أمن واستقرار. ليه؟ لأن في ظلم وقع على الفلسطينيين، وبالتالي لابد أن تكون هناك مقاومة للاحتلال طبقا للمواثيق الدولية. تمام. الجهود المصرية خلال الأسبوع الماضي أنا شايفها من أعلى درجات اليقظة والاستنفار الهمم بطريقة غير عادية. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في الاحتفال بأعياد تحرير سيناء قال طبعا نحن في لحظات فارقة. أيوه. الكلمة دي كانت، احنا قلنا ان كانت كل منشتات عددا من الصحف الكبرى، كل الصحف قالت ماذا تعني هذه الكلمة. فوجئنا لقينا وكالة امريكية كبيرة طبعا الاسوشيتد بريس بتتكلم بان مصر تحذر طرفي الصراع. احنا ما بقولش حاجة، هم اللي بيقولوا مصر تحذر طرفي الصراع الاسرائيلي والحمساوي. بتقول ايه؟ مصر بتقول نحن في مفترق الطرق. ده مين اللي بتقول؟ الوكالة الأمريكية، اللي هي ملخص للجملة الرئيس السيسي قالها نحن في لحظات فارقة. بتقول نحن في مفترق طرق، أنا عايز أقولها لحضرتك بالنص، نحن في مفترق طرق، وهذا ليس وقت استخدام ما تملكونه من أوراق ضغط لتقوية مواقفكما في المفاوضات الجارية، لأننا نعلم حقيقة ما يدور في إسرائيل والأوضاع الداخلية في إسرائيل، وحقيقة ما يدور في قطاع غزة والأوضاع الحقيقية في قطاع غزة للأشقاء المواطنين الفلسطينيين. إذن الكلمة اللي الرئيس السيسي قالها نحن في لحظات فارقة تم تلخيصها في أكبر وكالة أخبار أمريكية. مصر بتقول لطرفي الصراع نحن أمام مفترق طرق. وبالتالي كانت النتيجة إيه؟ مصر ساهمت مع الدول العربية في تشكيل حاجة اسمها الدول العربية المهتمة بالقضية الفلسطينية. 6 دول: مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، وفلسطين طبعا، وفي حضور بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. هم عملوا مفاوضات وقال لك ان دي الزيارة 7 لبلينكن، وبالتالي لابد ان ينتج عنها بعض النتائج في صالح القضية الفلسطينية. الموقف الأمريكي شايفه ازاي؟ يعني مرحب بالورقة المصرية، بيقول ضد اجتياح رفح، التصريحات دي بتطمن ولا دي مناورات أمريكية؟ ما انا بقول لحضرتك الاجتماع السداسي مع بلينكن في المملكة العربية السعودية كان ليه نتائج بالتوازي مع وجود المفاوضات، لأن مصر احنا قلنا ان مصر عاصمة القرار الأسبوع اللي فات. مصر من 26 ابريل هي حديث العالم، لان القاهره هي التي تستضيف الاطراف الدوليه الوسطاء او الاطراف الصراع، الجانب الاسرائيلي والجانب الحمساوي وويليام بيرنز مدير المخابرات الامريكيه وطبعا الجانب القطري. مصر مساهمه وزير الخارجيه سامح شكري في المفاوضات نتج عنها بعض النتائج الايجابيه. قالوا أنه لابد من وجود سلطة شرعية في غزة تتسلم السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، في قطاع غزة، وينضم حركة حماس وتنظيم وجماعة الجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير. قالوا حاجة مهمة، أن في سبيل إعادة الإعمار لابد أن سيتم توفير 250 مليون دولار شهريا لإعادة الإعمار. يعني إحنا بنتكلم في مفاوضات للتهدئة
تبادل الأسرى وعودة اللاجئين ودخول المساعدات وإعادة الإعمار. كانت المفاوضات موجودة في الرياض. طيب الموقف الأمريكي وصلنا لحد فين؟ الإدارة الأمريكية أرسلت ويليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية. المرة دي أنا شايفها مميزة شوي. المرة دي احنا بنتكلم في 48 ساعة حاسمة في المفاوضات. 48 ساعة قدامنا، 48 ساعة ما قدامناش 24 ساعة، قدامنا 48 ساعة. ليه بتقول الأول 48 ساعة؟ يمكن 48 ساعة لأن طبعا يعني وفد حماس ماشي وقال هنرجع بعد يومين، وهو كان المفروض جاي علشان يقدم الرد على الرؤية المصرية، وقالك أنا جاي لسه تفاوض. طب وراح ماشي تاني، طب ده معناه ايه؟ خلينا نقول يا استاذه ان كان في ثلاث جولات في المفاوضات في الدوحه، وثلاث جولات في باريس، وثلاث جولات في مصر، والمره دي الرابعه. يعني احنا في 11 جوله مفاوضات تم الاتفاق على بعض البنود المهمه في يعني مثلا ايه، هم بيحاولوا يعلوا المطالب من الجانبين، وبالتالي احنا شايفين رد الفعل الامريكي كان واضح جدا جدا بعد وجود عددا من المعطيات التي أكدت بأن هناك تفتيت للأسر الأمريكية. البيت الأمريكي الواحد أصبح مفتت. طب مين اللي بيقول الكلام ده؟ كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي، كبار أعضاء مجلس النواب الأمريكي بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن الأسرة الأمريكية، البيت الأمريكي الواحد أصبح مفتت أكثر من جزء، ثلاث أجزاء. بعض الناس طبعا بيحرضوا على التظاهر في الجامعات، بعض الناس متشددين لصالح إسرائيل، بعض الناس بيقولوا الأموال الطائلة الباهظة التي تستنزف الأسر الأمريكية تذهب إلى الحكومة الأمريكية وتعطيها للإسرائيليين. 88 نائب في الكونغرس امبارح أول امبارح عملوا طلب لبايدن اوقف موضوع السلاح لإسرائيل، بيعملوا مجازر. زائد 90 من كبار المحامين الأمريكان المنتمين للحزب الديمقراطي اللي هو حزب بايدن أكدوا في البيت الأبيض بأن هناك غضب عام، وأن خلال الفترة القادمة من الممكن أن تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لكارثة عالمية، لأن طبعا هناك قانون دولي إنساني ينتهك وقانون دولي وادي الجنائيات الدولية وكلام عن نتنياهو وانتخابات أمريكية جاية، ففي الأجواء مهيئة. يعني في ضغوط في معطى داخلية. آخر في معطى آخر احنا بنعتبره متغير. متغير يعني ما قبله غير ما بعده. المتغير ده ايه؟ حينما قامت حركة حماس حركة ذكية بنشر فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين الحاصل على الجنسية الأمريكية. هو احنا عندنا 9 أمريكان موجودين في كرهائن مع حركة حماس وثلاثة فرنسيين. حركة حماس نشرت فيديو من 10 أيام لأحد الأسرى الإسرائيليين الحاصلين على الجنسية الأمريكية. في الفيديو قال أن حكومة نتنياهو لابد أن تقوم بعملية إتمام تبادل الأسرى. أنتوا سايبيننا ليه؟ بالبلدي كده بيقولوا أنتوا سايبيننا ليه؟ الولد ده الأسير ده عنده مشكلة. والدته سيدة تتردد بقوة على البيت الأبيض وشخصية نافذة في الإدارة الأمريكية. وشخصية محبة للإعلام. وظيفه دائمه في الاعلام الامريكي، فبتطلع بتتكلم ازاي الامريكان ما بتتكلم بقى، ما بتتكلمش كاسرائيلي، بتتكلم كامريكي كابنها امريكي، بتقول لك ان الولايات المتحده الامريكيه تخلت عن المواطن الامريكي، عمل هزه في الراي العام الامريكي. انه راي عام امريكي؟ الراي العام المؤيد لبايدن. وبالتالي احنا عندنا مظاهرات في الجامعات، عندنا الفيديو اللي نشر للولد الامريكي، اللي عندك اعلام امريكي كمان بيضغط، الاعلام الامريكي بيضغط بدرجه كبيره جدا جدا. الكونجرس عندنا المحامين، عندنا التصريح الخطير اللي انا قلت لحضرتك عليه الاسبوع اللي فات لنانسي بيلوتسي رئيس مجلس النواب الامريكي، اللي قالت فيه انا وقعت على رساله من 36 عضو في مجلس النواب الامريكي نطالب بايدن بعدم تقديم سلاح اكتر وتقديم دعم للسلاح لاسرائيل. كل دي معطيات بتؤكد ان الولايات المتحده الامريكيه لابد ان تضغط على بنيامين نتنياهو لاتمام عمليه تبادل الاسرى. احنا زي ما بنعمل كل اسبوع كده، احنا ايه نفند القصه بالاتجاهات الثلاثه. انت قلنا امريكا هندخل على اسرائيل، ودلوقتي على حماس، نشوف كل واحد ايه مصلحته او ايه حساباته. حساباته انه يكمل، انه يقف دلوقتي، ايه سقف الطموحات اللي عنده، عايز يرفع الشروط. انا معجب بكلمه حساباته، لان طبعا السياسه فيها حسابات. مصالح، السياسه فيها حسابات، مصالح مكسب وخساره. بالظبط.
كده أمريكا خلصنا منها. حماس، حماس دلوقتي إيه موقفها بالظبط؟ عايزة تكمل؟ عايزة تقف؟ إيه النقط اللي عندها مخاوف فيها؟ يقول لك غير طبعا الأعداد، إحنا كنا في عدد قبل كده، لكن مثلا قصة إنه المراحل، وقف إطلاق النار، الانسحاب، وقف الحرب تماما، الحتة دي بقى نتكلم كده شوية عن حماس. إحنا في العلوم السياسية يا أستاذة بندرس، بنقول أن هناك ظاهرة منذ أكتر من 20 سنة ظهرت اسمها الفاعلين من غير الدول. نون ستيت اكتورز، الفاعلين من غير الدول. الفاعلين من غير الدول دول مجموع تنظيمات او ميليشيات او جماعات تقوم دول ما بتمويلها وتسلحها وتدريبها من اجل ان تحارب بالوكاله. انت عايز تقول لي الخلاصه حماس ده رايها من دماغها ولا في ناس تانية هي اللي بتسوق وبتقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه؟ برافو عليك، برافو عليك، هو ده. فاذا هناك بما لا يدع مجال للشك أن هناك خلافات بين الجناح العسكري لحركة حماس الموجود في غزة وما بين اللي ما بين الجناح السياسي لحركة حماس واللي بيمثله إسماعيل هنية. خلاف واضح، خلاف واضح جدا جدا، بدليل بس ليه الكلمة اللي جوه مش اللي بره ولا إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي في خلافات. الخلافات دي يعني في بعض الوسطاء قادرين إن هم يلملموا الجراح أو يعيدوا ترتيب البيت الفلسطيني بصفة عامة، مش التنظيمات أو مش غزة بس أو رام الله بس، لا كل الفرقاء. مصر بتقوم بالدور ده. يمكن إحنا بنتكلم عن، وإحنا بنتكلم عن حركة حماس، حماس عايزة إيه؟ حماس عايزة إيه؟ أقول لك ده السؤال، أقول لك انفراد. بما إنك بقالك كذا حلقة بتعملي حلقات مميزة، وأنا بشكرك على الحلقة اللي عملتها امبارح مع بعض الزملاء وأنت بتناقشي قصة القضية الفلسطينية. إحنا النهاردة بنقول إن المفاوضات وصلت لمرحلة كبيرة جدا من التقدم، مرحلة إيجابية جدا جدا. احنا قلنا ان حركة حماس سيادتك بتقولي عايزة ايه. انا بقول لحضرتك بكل جرأة، بقول لك حركة حماس عايزة تفرج عن مروان البرغوثي، وبنسبة كبيرة جدا جدا، وعلى يعني طبعا طبقا للمصادر مروان البرغوثي بنسبة كبيرة جدا جدا ثلاثة جدا هيكون ضمن ال47 المحكوم عليهم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية، هيكون ضمن المفرج عنهم في عملية تبادل الأسرى دي. يعني أنا مأجلة ومطولة وعمالة تفاوض بغض النظر مع كامل الاحترام لكل الأسماء، بس في ناس بتموت وفي مجاعة، في مجاعة، مفيش مستشفيات، لو حصلت عملية اتدمرت رفح بقول لك الجوامع اتدمرت والمقرات الإقليمية للمنظمات الأونروا والمنظمات، لو رفح حصل هيقول لك كارثة. حمام دم، تصريحات النهاردة مريعة. رقم واحد، احنا قلنا لحضرتك ان انفراد اول ان مروان البرغوثي كده نصا كده عايز بنسبة كبيرة سيتم ضم مروان البرغوثي ضمن المفرج عنهم من المحكوم عليهم بالمؤبد. ليه؟ لأن حركة حماس اكتشفت صدفة أن عددا من السيدات الرهائن الموجودين لديها هم كانوا هيكونوا مدنيين، ولكن فوجئوا أن هم مجندين، يعني هم مجندين ولكن كانوا بيقضوا أجازتهم. حينما تم القبض عليهم كرهائن في الحفل حفل الموسيقى اللي انا حكيت لحضرتك عليه يوم 7 اكتوبر كانوا لابسين مدني، ما كانوش لابسين عسكري، ولكن باعترافات وهم بيتكلموا معاهم. المهم حماس حاسه انها ايديها ايه مليانه، معاها اوراق ضغط اقوى دلوقتي. احنا دلوقتي كل واحد ليه اوراق ضغط وليه لعبه دوليه بتتلعب. ما احنا دلوقتي الوضع ده هل يرضي احد ما يحدث في قطاع غزه؟ ولا. هل يرضي أحد 1,400,000 موجودين في رفح بلا أكل وشرب ولا غذاء ولا دواء ولا وقود ولا كهرباء ولا اتصالات؟ ده يرضي مين؟ وإيه كمان؟ ده نتنياهو بيهدد عملية الاجتياح. المنطقة اللي احنا جينا هنا وشرحناها، منطقة المواصي اللي كانوا بيجازولها 40,000 خيمة عشان يحطوا فيها الناس، ياخدوهم من رفح ويحطوها منطقة المواصي، ولا حاجة هيتحط فيها قد ايه؟ هتشيل قد ايه؟ ده قصفها بالطائرات. لا، في منطقة تانية دلوقتي بيجهزها، قال لك في مش عارفة 20 خيمة وكل خيمة هتشيل قد ايه؟ ما هي منطقة المواصي اللي الشريط الساحلي 4 كيلو. 4 كيلو. احنا حتى دي تم قصفها. طب هي عملية اجتياح رفح يا استاذ بلال اصلا هم جادين فيها ولا لا؟ ولا ده تهديد؟ لان الكلام برضو زي ما كنت بقول من شوية، حصل الهدنة هنجتاح رفح، نتنياهو يقول لك احنا مش هنستسلم لحماس وهتحصل.
بص يا استاذ، احنا دلوقتي في نهايه المفاوضات، في نهايه المفاوضات. اسرائيل الهدف الاسمى ليها دلوقتي حالا، الهدف الاسمى ليها دلوقتي حالا عوده الرهائن، لان عوده الرهائن تسبب ازمه كبيره جدا داخليه لنتنياهو وحكومته. بس يبدو ان هم غير مهتمين. مش اول في اول الحرب قالوا لازم ما يكون في خسائر وعلى اسر الاسرى يعني التحمل القصه في التفاوض دي، وان في التفاوض انا قصتي هو لا. مهتم في التفاوض، هو مهتم جدا جدا جدا، ولكن اعلاميا التصريحات امبارح والنهارده من نتنياهو وجالنت بتقول ان هم عايزين يقتحموا رفح، بدليل ان عمل اجتماع معاه وقال سندخل رفح. مش تمت الهدنه او لم تتم مع بعض اكتر من مره ان قصه مش القضاء على حماس او كم كتيبه اللي عايزين يدخلوا يقضوا عليها في غزه او في رفح، القصه كلها انه تصفيه القضيه والتهجير. فان انا الاعب بقى اتكلم على موضوع اسرى او محتجزين او حماس، ده مش هيثنيهم عن الهدف النهائي. ما هو المخطط الاسرائيلي بيتنفذ بنتنياهو من غير نتنياهو بمن هو يتقلد منصب رئيس الوزراء، ما هو مخطط بيتنفذ. بس مصر عارفه ده، ان ده اللي في الاخر اللي انتوا عايزينه. كل الناس ما تلعبش كل بقى، كل الناس عارفه الكلام ده بدليل تاني. بدليل المينا اللي بيحاولوا ينشئوه، اللي طلعت قاعده عسكريه اصلا مش مينا. وبعدين ده الكارثه، الصحف الامريكيه قدرت توضح بعض النقاط في القصه دي. هم دلوقتي بيقول لك مينا الجيش الامريكي اللي بيبني الاطلال اللي احنا عايزين قيادات فلسطين. تشوف الكلام ده يا جماعه، الاطلال اللي هدمت العمارات دي كلها 14 سنة لإعادة الإعمار. 14 سنة قدامنا، 14 سنة لو بدأنا من النهاردة حتى تعود غزة كما كانت. طيب الأطلال دي هياخدوها يكملوا بيها بقية الميناء اللي عايزين يعملوه. طب هما بيقولوا هنقدم مساعدات، طب ما تضغط على نتنياهو يفتح المعابر. تعمل له ميناء ولا تقول له يدخل مساعدات؟ ما تفتح، ما تضغط على نتنياهو الطفل المدلل ليك، الطفل المدلل ليك عشان يفتح المعابر وندخل المساعدات، أو خليه يفتح المعبر رفح على رأي رئيس السيسي صحيح من ناحيته عشان خاطر الشحنات تدخل. عشان كده دايما الشك موجود في امريكا، انها بتقول حاجه وبتعمل حاجه تانية، انها مش قادره تضغط وتقول لك وتلف من ناحيه تانية. طيب هل ما يدور الان داخل الاداره الامريكيه من تعديل لقانون اللاجئين ده ليه سر؟ طبعا هم بيقولوا هناخد 150 الف فلسطيني. ممكن نوضحها، لان فعلا النقطه دي جوهريه، لانه في تخوف انه فعلا دي تكون بوابه لاستقبال الفلسطينيين وتجنيزهم في امريكا. هم بيتناقشوا دلوقتي على تغيير بعض البنود من القانون او الثغره اللي في القانون، يقول لك كل من لديه قريب من الدرجه الاولى لديه اقامه في الولايات المتحده الامريكيه او مقيم في الولايات المتحده الامريكيه يجي ياتي الينا كلاجئ. احنا عندنا كم؟ هو دلوقتي بيقولوا ارقام، هم عايزين 150 الف. ال 150 الف هيطلعوا ازاي؟ ما هو طلعوا من المينا عن طريق روحوا المينا اللي هم بيعملوه في غزه، وبالتالي يطلعوا على قبرص وعلى على امريكا. طب كل ده ليه؟ لان الدوله المصريه واقفه صلبه. الدوله المصريه رافضه اي نوع من انواع تصفيه القضيه الفلسطينيه او التهجير، وبالتالي أي بس خلاص. مش هيطلعوا من البوابه اللي عندي، هيطلعوا من المينا. هيطلعوا من ساعتها اقول لك ايه بقى، ده تهجير طوعي، انا ما قلتلهمش، انا سايب باب مفتوح اللي عايز يمشي. طبقا للخطه اللي احنا قلناها اللي بتقوم بيها وزيره الاستخبارات جيلا جملائيل، ان هي بتقول انا مش ههجركم تهجير قسري، لا ده انتوا اللي هتخرجوا بمزاجكم، اللي هي تهجير طوعي. هي مصر ضد التهجير ومصر ضد التصفيه. طب ايه الحاجه الثالثه اللي هي ايرجنت دلوقتي حالا؟ اللي هو عدم اجتياح رفح. اللي مصر بتعمله دلوقتي لإعادة لملمة الأشقاء الفلسطينيين وإنجاح المفاوضات بكل الطرق رغم وجود قوة دولية معروفة، نتنياهو لا يريد الهدنة لأن حكومته هتتفتت. ولكن احنا أمام متغير تاني، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في الكونجرس قال في الكنيسة قال جملة مهمة، قال على نتنياهو أن يقدم على استبعاد سموتريتش وزير المالية وبن غفير وزير الأمن المتطرفين اللي هم سبب التصعيد دلوقتي، وهم الذي يرسم الخط ونتنياهو يمشي عليه. استبعدهم، بقول له استبعدهم كده بالبلدي، قال له استبعدهم وما تقلقش. الحل اللي أنا بقول عليه إيه؟ ما تقلقش، أنا عندي 18 عضو في الكنيسة هديهم لك عشان تشكل حكومتك، وبالتالي هتكون على في نفس منصبك كرئيس وزراء، ولكن بليز وافق على اتمام الهدنه واعاده الـ 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 الرهائن من اجل الراي العام الاسرائيلي. هي دي الاشكاليه. هل يقدم نتنياهو على التخلي عن
الاثنين المتطرفين اللي قلبين العالم بتطرفهم. هم دول الاثنين دول. ولكن هل يقدم على هذه الخطوة؟ الخطوة دي اللي يجاوب عليها الرأي العام الإسرائيلي، لأن الرأي العام الإسرائيلي دلوقتي مظاهرات في كل مكان. الإعلام الإسرائيلي النهاردة أسر جنود القتلى النهاردة أهم في غزة عنوانين كانوا واقفين قاطعين الطريق عليهم. النهاردة أهم عنوانين موجودين في الصحف الإسرائيلية أنا جايبهم لحضرتك. العنوان الأول بيقول لك إيه؟ ماذا جنينا من حرب 211 يوم؟ 211 ماذا جنينا؟ ماذا حققنا؟ انت عارفة قالوا ايه؟ الصحف بتقول ايه؟ السخرية من نتنياهو بيقول جنينا حذاء السنوار. كنت لسه هسألك عنه استاذ حذاء السنوار. قلنا نختم بيها كده يعني حاجة. هم بيقولوا ماذا جنينا؟ قال لك جنينا حذاء السنوار. لان في الاسبوع الاول من الحرب بعد ما قامت الفيديو اللي بتاعه هو ماشي في لقوا حذاء موجود في مبنى مهدوم، فالصحف نشرت الصورة وقالت بعد الحرب بسبعة أيام هذا ما جنيناه. فمن المتوقع أن يكون أن يكون هذا حذاء السنوار. واحدة بس فردة واحدة. فالنهاردة لقوا واحدة تانية فقال لك ماذا جنينا؟ الصحف الإسرائيلية بتجاوب بتقول جنينا حذاء السنوار. nothing لا شيء مفهوم. فده مفهوم. الحاجة التانية يمكن هم بيتكلموا أنه تم استنزاف إسرائيل ماديا واقتصاديا وسمعتها دولية واجتماعية. مفيش سياحة، مفيش حاجة، مصانع قفلت. عندهم مصانع تكنولوجية قفلت. عندهم الناس النازحين مشكلة كبيرة جدا. اللي النازحين دول بيمارسوا ضغط على الإدارة الإسرائيلية. النازحين اللي هم كانوا موجودين في شمال إسرائيل وتم جلبهم إلى جنوب إسرائيل عشان المنطقة مش آمنة. عشان المنطقة مش آمنة. دلوقتي عايزين يرجعوا، أصبحوا بيمارسوا ضغط على الحكومة الإسرائيلية. كل ده ماذا جنينا بعد 211 يوم؟ قال لك nothing، لم نحقق شيء نتنياهو. طيب بعض الناس بتقول وماذا بعد؟ هل وماذا بعد دي بقى نختم بيها جملة أخيرة. وماذا بعد؟ احنا عايزين نقول للناس ان الإدارة المصرية الجانب المصري نجح في تعديل بعض الـ 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 الشروط، ان احنا التفاهمات يعني نوصل للتوافق. هما الاتفاق والهدنة هتكون على أربع مراحل. على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مدتها 40 يوم. المرحلة الثانية 42 يوم. المرحلة الثالثة 42 يوم. كل مرحلة فيها بنود من تبادل أسرة. طبعا زي ما قلت حضرتك المجندين هيكون قصادهم يعني برضو أعداد. وقال لك مروان البرغوثي لو هيخرج ماشي. إسرائيل تنازلت وقال لك أنه ممكن مروان عيسى مروان البرغوثي ما يطلعش خارج قطاع غزة. تنازل طبعا إسرائيل. طب يروح فين؟ قال لك خلاص خليه في غزة، ما يروحش الضفة الغربية. ليه؟ لأنه هو تابع لحركة فتح ولديه شعبية كبيرة جدا جدا في رام الله، وبالتالي نرفض وجوده في رام الله، خليه في قطاع غزة. بعض القيادات الثانيه احنا بنقول ان لو جينا حسبنا الثلاث مراحل 40 يوم في 42 يوم 42 يوم هيبقى 124 يوم. 124 يوم. ال 124 يوم طبعا هيكون في ضمانات دوليه. لسه اقول لك التعهد الامريكي ده برضو ضمانات امريكيه. ضمانات امريكيه بتقول ان انا اتعهد بوجود هدوء تام. لا هم بيقولوا اطلاق في الحرب يعني. اطلاق عشان يرضوا اسرائيل يعني. عشان في العباره دي. ولكن احنا بنقول ان بعض البنود خلاص قدروا يحطوا ايديهم عليها. بنود كلها في انا شايفها ان هي في صالح حركه حماس. وفي صالح الدول الفلسطينيه. ليه؟ حتى تعود الاجواء الى ما كانت عليه ويتم اعاده الاعمار من اجل المواطن الفلسطيني الموجود في قطاع غزه. هو ده الدور المصري اللي بتقوم بيه مصر. حتى المصابين لسه مصر بتستقبل مصابين وبتقدم 70 شاحنه امبارح و120 اول امبارح. يا رب ينصرهم ودايما مصر في ظهرهم. ده امننا القومي ودي قضيتنا. وان شاء الله يعني طبعا من الناحيه الانسانيه دي ليها الاولويه. وبعد كده الحل النهائي العادل الشامل، الناس يكون ليهم حقهم في دوله زي بقيه شعوب العالم. شكرا جزيلا لحضرتك كاتب الصحفي طبعا استاذ بلال الدوي، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك. شكرا. بشكر حضراتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير يا رب.